هالو everybody، مرحبا بكم جميعا الى درس جديد اليوم. ودرس اليوم ايضا مهم للطلاب المبتدئين في اللغه الانجليزيه واللي بيواجه مشكله في انه يفهم المحادثات او الاسئله التي يتم توجيهها اليه، طبعا بسبب عدم فهمه للمعنى الرئيس او الرئيسي لبعض الكلمات التي تاتي في اول السؤال، فهو مش عارف ايش معنى السؤال، او بالاصح يمكن يجاوب بطريقة خاطئة. فعندنا كلمات كثيرة في البادئات الأسئلة، عندما واحد يوجه لك سؤال لازم تعرف ماذا يقصد منك بالضبط عشان تعرف ترد عليه صح. بمعنى يعني أنا لما أجي أسألك بوات، أنا محتاج منك information. information يعني معلومات. محتاج منك what is your name, what is your mobile number او موبايل نمبر، او وات از يور فاكس نمبر، ايش رقم فاكس. معلومات، انا محتاج معلومات. لكن الوات تايم، انا محتاج منك وقت، اعطيني ساعه. فواحد يقول لي واحد وات تايم دو يو جو تو ورك، وات تايم دو يو جو تو ورك، متى الساعه كم بتروح العمل. فلازم تكون اجابتك متضمنه وقت. اي جو تو ورك ات اباوت 8 o'clock، الساعه الثامنه. What kind؟ ما نوع؟ الآن أنت قلت لي إنك مثلا تحب الرياضة أو الموسيقى أو قراءة الكتب أو الأفلام الموفيز، فأنا حاب أسألك إيش نوع الأفلام أو إيش نوع الموسيقى؟ What kind of music do you like؟ إيش من موسيقى أنت بتحبها؟ What kind of sport do you like؟ What kind of books do you read؟ إيش نوع الكتب؟ إيش نوع التي تقرأها؟ What color؟ موضح السؤال، أنا بسألك على اللون، تمام؟ البعض بتسمعه لما يجي حاب يسأل السؤال ده يقول What is the color؟ What is the color خطأ، What color is؟ وتكمل السؤال، هو هذا الشكل الصحيح للسؤال. What color is your box؟ What color is your car؟ أعطيني اللون، It's red, it's blue، وعلى هذا الحال. What about؟ What about معناته وماذا عن؟ What about you؟ أو ممكن يقولها أيضا How about؟ How about you؟ What about؟ What about علي؟ وماذا عن علي؟ احنا هنروح الرحلة هذه. What about علي؟ وماذا عن علي؟ Where؟ أنا محتاج منك place. Place يعني محتاج منك مكان. أنا هنا احتاجت منك information، معلومات، وهنا محتاج منك place، مكان. تعطيني المكان. أنت where did you eat lunch؟ فين المكان اللي تغديت فيه؟ أنا محتاج place، في restaurant، مطعم، ولا فين أخذته؟ فين أكلت؟ إذا where did you study English language؟ Where did you play؟ أين لعبت؟ أين درست؟ أحتاج المكان. فإجابتك تتضمن المكان. مش أسألك، يعني بعض الطلاب بيخلط ما بين where وعندك مثلا هي when. Where when؟ when متى؟ where أين؟ فأحيانا عشان ما بيركز فيتوقع إنه هو بيسأل يقول له أين، فبيقول له when do you have lunch؟ يعني متى بتتغدى أنت؟ أنا سؤالي متى بتتغدى؟ when do you have lunch؟ فيرد عليه يقول له والله في المطعم الفلاني. لا، أنا ما قلت لكش يعني أين؟ where؟ أنا بسألك متى الساعة كم؟ وأكيد أنتم فاهمين كلامي إنه بتحصل خربطة كثيرة، إنه الطالب ما بيركز الفرق ما بين وير وين. وين متى؟ وير أين؟ وير دو يو هاف لانش؟ فالثاني يرد عليه يقول له الساعة 5. لا، أنا بقول لك أين بتتغدى؟ مش متى، متى وين؟ فركزوا على بادئات الأسئلة هذه، لأن هي اللي هتخليك تعرف تتكلم بشكل صحيح وتفهم السؤال. ايضا في خلط عند بعض الطلاب ما بين الهو والهاو. هو من، وهاو كيف. ومن الاسئله المشهوره جدا هاو ار يو، كيف انت. عندك هو ار يو، من انت، وهاو ار يو، كيف انت. طبعا في يعني احيانا مواقف قد تكون كوميديه لحد ما، واحد بيقول لواحد Who are you؟ المفروض انه بيسأله من أنت؟ يعني دخل عنده البيت أو اتصل Who are you؟ فالثاني يتوقع انه يقول له كيف حالك؟ فيقول له والله I am fine thank you and you، وأنت؟ لكن هو بيسأله Who are you؟ من أنت؟ مش
How are you؟ كيف أنت؟ تمام؟ أتمنى إنه تكون الصورة واضحة. واحد يقول بالله إيه ده؟ هذه هو وهذه هاو. هاو كيف وهو من. نعيد هذا الجانب. What ماذا للمعلومات. What time الساعة كم. متى أعطيني الوقت. What kind ما نوع. What color ما لون. What about وماذا عن فلان. Where أين نحتاج البليس المكان. Who are من تكون أنت. Who are how عفوا how are you كيف أنت كيف حالك. When متى يعني أنت مثلا بتأخذ دروس كاراتيه أو متى أنت بتدرس فتقول أنا بدرس يوم ساندي وماندي أو الساعة كذا. ننتقل إلى أيضا بعض الكلمات اللي أنا أحتاج منك مثلا زي how long. How long مخصص إنك تسأل على إيش على البيريود. البيريود تعني الفترة المدة. أنت رحت لندن أو رحت الدولة الفلانية وجلست فيها مدة. How long did you stay there؟ كم قعدت أو كم جلست أو كم مكثت؟ How long did you stay in London؟ فترد عليه I stayed for 3 days. قعدت 3 أيام أو مكثت 3 أيام. كلنا نعرف how much. أكيد في السوق بتستخدموها كثير. How much is this؟ How much are؟ هذا للسؤال عن السعر. ولكن لها استخدام آخر بمعنى how much عندنا وعندنا أيضا how many. ما كنتش حابة أشرحها بس بنكملها مع بعض. في عندنا how much للسعر هذا موضوع آخر. وعندنا how much عندما تسأل كم عدد للغير المعدود. وhow many كم عدد للمعدود. يعني عندنا how much هي نفس how many. ولكن how much أنت إذا أردت مثلا وأنت بتشتري رايس رز أو شوجر في سوبر ماركت. فحب انه يعني هو الرجال بيسألك يقول لك How much sugar do you want؟ مش هيقول لك How many لأن الرز أو السكر أو الدقيق لا يمكن عده. فلذلك الغير معدود الذي لا يمكن أن تعده بيقولوا عليه How much. فيسألك كم تريد سكر. How much sugar do you want؟ How much rice do you want؟ How much salt الملح السكر الرز التي الشاهي بيصب لك واحد شاي. How much tea do you want? كم تريد شاي؟ كم تريد؟ لكن how many هذا بيسأل كم عدد بس للمعدود. فتسأل أحدهم تقول له How many brothers do you have? أخوان بينعدوا. How many pens do you have? واحد في المكتبة بيسألك قلت له Give me please. Could you please give me some pens بعض الأقلام. How many pens do you want? كم عدد الأقلام التي تريدها. How many box? إذن how many للمعدود وهاو ماتش لغير المعدود. وطبعا يستخدم للاسعار. هاو فار كم تبعد. وانت مسافر في دوله معينه وحاب تعرف المسافه ما بين المكان اللي انت فيه والمدينه الثانيه اللي انت حاب تروح فيها او انت في دوله معينه. هاو فار از ات فروم مثلا كايرو تو الاسكندريه او تو شرم الشيخ او هاو فار از ات فروم جده تو رياض. كم المسافه من جده إلى الرياض. How far هذا للمسافة distance المسافة. How about قلنا هي نفس what about وماذا عن وهي مشهورة جدا في الإنجليز. قلوا عن How about you. أنا بالنسبة لي هاخد أنا هاخد في إحنا في المطعم I'll take مثلا chicken with rice eggs. How about you وماذا عنك. والله بالنسبة لي أنا I am full يعني أنا شبعان. شفت full بمعنى شاب يعني مش جوعان شبعان مليانة الحمد لله. هنا عندنا how good وهذه يعني واحد بيسأل واحد how good are you at English language. how انت بتلعب معايا او انت رح نسبح. حاب اسألك انت كويس يعني لحد كم انت كويس يعني كم مدى جودتك في انه بتقدم لعمل. فيقول لك can you type تقدر تطبع. yes. How good are you at typing؟ يعني أنت لحد أي مرحلة أنت كويس في الطباعة؟ I'm very good. I'm very good. I'm excellent. أنا رائع. في النهاية النتيجة الله يستر. طيب. Which هذا بيخيرك؟ يعني أنت الآن أمامك حاجتين. So which do you want؟ أيهما تريد؟ Which do you want؟ وفي سؤال مشهور جدا اللي هو Which do you prefer؟ يعني هذا السؤال أيضا مشهور جدا. Which do you
prefer أيهما أنت تفضل كذا or كذا؟ يعني واحد يسأل يقول لك وأنت في المطعم معاه مثلا so which do you prefer chicken or fish chicken or meat اللحم ولا الدجاج السمك which do you prefer sport or music which do you prefer أيهما تفضل المدينة الفلانية or which إذا أيهما؟ أو واحد يقول واحد can you see that car تقدر تشوف تلك السيارة which one أي واحدة which one the red one الحمراء oh yes I can see it عرفت أقدر أشوفها whose هذا سؤال مخصص تبع من أو لمن أو حق من يعني واحد بيحصل كتاب في الفصل أو excuse me whose book is this تجيب الحاجة على طول اللي أنت حاب تسأل عليها اللي هي البن بوك excuse me whose pen is this whose pen is this تبع من هذا القلم لمن حق من ملك من whose واخيرا why الواي انا اطلب منك تعطيني reason سبب why are you late ليش انت متاخر why are you sad why are you upset upset يعني ايش يا شباب upset ليش انت زعلان why are you upset why are you طبعا الاجابه عاده بالنسبه للواي يعني لازم تتضمن because يعني حتى في اختبارات المدارس وفي غيره لما بيعطيك قطعه وبيعطيك واي لماذا ذهب كذا لازم هو يحب يسمع منك كلمه because لانه لسبب why don't you eat fish ليش انت ما بتاكل السمك ليش فهمني because I don't like it because I don't like it I don't eat fish because I don't like it انا ما باكله لاني ما احبه طب انت why didn't you go to the party ليش ما رحت الى الحفله because I was sick because I was sick لانني كنت مريض نعيد هذه الجهه مره اخرى وحاول ركزوا how long انا بسالك على المده كم المده اللي انت قعدتها او ناوي تقعدها او how much قلنا مو معناتها كم السعر او كم لغير المعدود how many للمعدود وهاو فار كم تبعد المسافة هاو اباوت ماذا عن هاو جود كم انت كويس او جيد في هذا الشيء ويتش دو يو ايهما انت تفضل هوز تبع من او يخص من هذا الشيء اللي انت وجدته هوز بوك تبع من هذا الكتاب واي لماذا واعطيني السبب الريزون ولازم تذكر لي في اجابتك بيكوز لانه انا وانا وانا اتمنى انه هذا الدرس أفادكم يعني حقيقة ركز أول حاجة قبل ما يسألك السؤال ركز على أول كلمة تفهم تقريبا 50% من السؤال يعني واحد يقول لي لا يا أستاذ في كلمات بعد كذا واحد يمكن صعبة يفهم لا شوف هو لو قال what time إذا أنت عرفت بعد كذا شوف ركز على كلامي so what time do you get up أنت على طول what time أو get up تقول واحد يقول مثلا where So what do you study English language? Study وأين ودرس إنجليزي؟ يعني أنت هتلقط الكلمات بس أهم حاجة الكلمات الأولى. الكلمات الأولى هي يعني المفتاح اللي هيخليك تفهم الشخص اللي بيتكلم أمامك. لكن هو لو يقول لك how far ولا how long ولا هيقول لك who's ولا هيقول لك what kind وأنت مش عارف ايش معنى what kind ما نوع فأكيد أنت مش عارف على ايش بيتكلم. اتمنى انه الجميع يكون استفاد من هذا الموضوع واكيد انه انتم هتطبقوه يعني حاول انك انت تروح تكون اسئله وحط مثلا وات ولا وات تايم ولا وات كان في سؤال وحاول انك انت ممكن تراسلني على التعليقات وتقول لي هل تركيب السؤال كذا صحيح وين اذا قدرت ان شاء الله اساعدك واشوفه وفي طلاب راسلوني على فكره وكونوا جمل واعطيتهم التعليقات الصحيحه قلت لهم صحيح وبعض التصحيحات Thank you very much. لا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا اللايكات وشيروا مع زملائكم خليهم يستفيدوا جميعا. أتمنى للجميع التوفيق والنجاح وإنجليزية إن شاء الله متفوقة في السكول and in your life في حياتك. Good luck. See you soon. أراكم قريبا. Hello everybody. How are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا. أتمنى للجميع الصحة والعافية وما زلنا اليوم نتحدث على موضوع جدا مهم وهو كيف تصنع سؤال
وكذلك الهدف يعني مزدوج. أنا أبى أركز على هذا الموضوع لأنه صنع السؤال سيساعدك في التحدث أو الإقدام على المحادثة، لأنه كما أخبرتكم مسبقاً أن أغلب الناس عندما يريدون أن يتحدثوا اللغة الإنجليزية فإنهم لا يستطيعون أن يكونوا أسئلة بشكل صحيح، لا يعرفوا الترتيب الصحيح وما هي الأسس الصحيحة لتكوين سؤال، فلا يقدمون على المحادثة، وهذه النقطة اللي سنناقشها. ندخل في الدرس مباشرة ونتكلم مثلا على سؤال What do you do؟ الكثير الكثير إخواني وأخواتي من الطلاب بيسأل ما الفرق ما بين دو ودو، يعني هذه الدو وهذه الدو متشابهات، يعني وجات مرتين، يعني ما الفرق بينهما؟ هل هم نفس المعنى؟ وهل هم نفس الاستخدام؟ الحقيقة الإجابة على هذا الموضوع هو أنه الدو الأولى تختلف تماما عن الدو الثانية، بمعنى أن الدو الأولى هي لتحديد زمن الجملة بأنه هذا الزمن هو في المضارع البسيط. طبعا اللي ما يعرف المضارع البسيط ممكن يشوف الفيديوهات اللي أنزلت أنا present simple، وسيجد إن احنا بنستخدم الدو والدز كأدوات يعني مساعدة أو فعل مساعدة في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط لكي نكون سؤال وكي ننفي الجمل. والفرق ما بين الدو والدز إن الدز مع هي وشي وإت، والدو مع بقية الضمائر. إذا الأولى بمعنى زمن الجملة، هنا يتم تحديد زمن الجملة في هذا الإطار، هنا يتم تحديد زمن الجملة. أما الدو الثانية فلا تعني زمن الجملة ولكن تعني فعل عادي جدا مثل يأكل ويشرب، ومعناها هنا يفعل أو يعمل، يعني بمعنى السؤال هنا What do you do؟ ماذا أنت تفعل كل يوم؟ أحدهم يقول أنت من فين جبت كل يوم؟ أنت اخترعتها من فين؟ أنا لم أخترعها، ولكن من كلمة دو الأولى التي قلنا أنها تحدد زمن الجملة ستعرف أنه يقصد في العادة أو يوميا أو في يعني من عادتك ماذا تعمل كل يوم، أنت إيش بتشتغل، يعني إيش هو عملك. What do you do بشكل يومي، كل واحد عنده عمل بيعمله بشكل متكرر بشكل يومي. بينما لو غيرنا did فأصبح السؤال What did you do، ماذا أنت عملت. ركز معي، الدو هنا كانت ترجمتها في اللغة العربية ماذا أنت تعمل، خذ بالك أنني لم أترجم كلمة الدو لأنها زمن، والزمن لا يترجم في اللغة الإنجليزية في بعض الأحيان. مثلا هنا ماذا أنت، أنا ترجمت الدو هنا تعمل بناء على هذا الفعل المساعد لأنه في المضارع البسيط. وهنا ماذا أنت ترجمت الدو هنا عملت، لماذا ترجمت هذه عمل بناء على الديد، لأن الديد يدل على الماضي، فكل ما يأتي بعده يحتكم إليه يعني يعود له، فأصبح ماذا أنت تعمل كل يوم، ماذا أنت عملت. بينما هنا ماذا أنت سوف تعمل أو ماذا سوف أنت تعمل، لأنه نتحدث على المستقبل. طبعا الدو أو الدز هي أدوات للمضارع البسيط، والمضارع البسيط يتكلم عن العادات اللي بتحصل بحياتنا بشكل يومي أو أسبوعي أو متكرر. أما الدد فهو على الماضي الذي حدث البارحة أو أمس أو قبل أمس أو قبل شهر. أما الويل فهو للمستقبل، فمن الطبيعي أن ستجد الفعل دو 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 نفسه، ولكن هو يختلف في ترجمته في اللغة العربية بناء على الأفعال المساعدة. لذلك البعض يعني يستغرب ما هذا دو ودو ودد ودو، يعني أنا أتخربط يا أستاذ، ما أنا درس اليوم عشان أساعدك في أني أفك الخربطة هذه وتفهمها. هذه ليس لها ترجمة دقيقة ولكن هذه تدل على زمن، هذا افهمها يا أخواني يا أخواتي. أنت يعني دعك يعني وتوقف عن المقارنة ما بين اللغة العربية والإنجليزية، لغتهم أو اللغة الإنجليزية بهذا الشكل، يا أخي احفظها بهذا الشكل وريح نفسك. هم عندما يريدوا أن يسألوا سؤال ترتيب سؤالهم أو تركيبه هو بهذا الشكل، فلا تحاول أن تقول يعني أنا أشعر إنه الموضوع كذا مش كويس أو مش تمام، دع شعورك على جنب، الله يحفظك ويبارك فيك، وركز هم كيف يستخدموا الأسئلة وريح بالك. لا تقارن، لا تقول لماذا في العربية نقول كذا، لكن المفروض إنه لا يوجد مفروض، المفروض هم فرضوا علينا هذه لغتهم.
فأنت عندما تكون سؤال في المضارع البسيط، أي عندما تريد أن تسأل عليه يومياً، فستقول What do you do؟ خذ بالك أن الدو هذا يمكن أن يتغير إلى ألف فعل آخر، مثل What do you eat؟ ممكن تغيرها إلى eat فتصبح ماذا أنت تأكل كل يوم؟ What do you watch؟ ماذا أنت تشاهد كل يوم؟ What do you drink؟ What do you study؟ ماذا تدرس؟ وهكذا. طيب الذي يحكم هذا الفعل وأترجمه ماذا تأكل وتشرب يوميا هو هذا، إذا وضع هذا الدو طبعا أو الدز وأتغير اليو إلى هي وشي وإيه. طيب والذي يتحكم ماذا عملت هو الدد. لو وضعنا إيت أيضا ماذا أكلت، لماذا أنا ترجمتها أكلت بناء على الدد؟ ماذا ستأكل؟ انظر يعني لو وضعنا إيت هي نفسها إيت، سيتغير ترجمة الإيت بناء على الفعل المساعد الذي موجود في السؤال. طيب What are you doing؟ أو What are you eating؟ هذا طالما أنه يوجد are ويوجد ing فهو للحظة، ماذا أنت تعمل، ماذا أنت تأكل، ماذا أنت تشرب. وعلى هذا الحال ممكن أي أيضا ممكن أن تغيرها What is he eating؟ What is she؟ فال is مع he و she و it، وال are مع you و they و we. ال have يأتي معها تصريف ثالث What have you، What have you done؟ لأنه التصريف الأول do ثم did ثم done. ف What have you done؟ ماذا عملت؟ هذا زمن المضارع التام الـ present perfect، وهذا زمن الـ present continuous المضارع المستمر الذي يحصل الآن، وهذا الـ future المستقبل، وهذا الـ past الماضي، وهذا المضارع البسيط present simple. والذي يجد صعوبة في أنه يتفهمهم عليه الرجوع إلى فيديوهات الأزمنة، زمن الـ present simple، past simple، future، الـ present continuous، الـ present perfect. فأنت الآن هنا What have you done؟ لابد معروف أن الفعل يأتي مع الـ have أو الـ present perfect دائما في حالة التصريف الثالث، جملة وسؤال ونفي. أنا أيضا ممكن أقول What have you eaten؟ لأنها eat الفعل eat والماضي منه ate أكل، والتصريف الثالث eaten. فهذا معناته ماذا أكلت قبل قليل، يعني للتو ماذا أكلت؟ أنا شايف أنه عليك أثار أكل أو شيء، أو يبدو أنك أكلت، فأقول لك What have you eaten؟ ماذا أكلت؟ زمن الماضي المستمر سيكون What were you doing؟ ستجد الـ where وستجد الـ ing، وأنا أنزلت مقطع متى، يعني جميع حالات تقريبا الـ ing في الإنجليزية. فإذا أردت أن تفهمها ادخل على الموضوع هذا استفهم، يعني الذي تخربط يقول هنا ليش وضعت ing وهنا وضعت ing وهنا لم تضع الـ ing. أنا وضعت دروس في قائمة التشغيل في قناتي، ادخلها واستجد كل الإجابات على أسئلتك. What were you doing at كذا، ولا وين عندما حصل كذا، لأنه نحن نعرف أن الباست كونتينيوس يستخدم عشان الوقت المحدد. What are you going to do؟ طبعا احنا عندنا الـ going to، هذا برضو أيضا هو نفس الـ will، يعني بمعنى ماذا أنت سوف تعمل. واللي مش عارف برضو هذا الزمن يدخل على الـ future، أنا شرحت الـ will والـ going to. مش هذا موضوعنا، موضوعنا عندما أنت تكون سؤال انظر إلى الترتيب أيضا 1, 2, 3, 4. في الأول ستضع what ولا where ولا when ولا why ولا how long ولا اللي تريده، ثم تأتي أهم نقطة اللي أنتوا بتخطئوا فيها بكثرة، واللي أنتوا في العادة بتقفزوا أو تتخطوا الفعل المساعد. هذه النقطة الثانية هي تحديد الزمن، ثم يأتي السابجكت الفاعل، السؤال موجه لمن؟ موجه لك ولا له ولا لها ولا لعلي، يعني ممكن تغير هذه اليو إلى هي وشي وإيت، علي، عبد الله، فاطمة. ثم يأتي الفعل، وهذا الفعل ممكن أن يتغير إلى أي فعل آخر، يعني يأكل، يشرب، يسبح. طبعا لو أردت أنك أنت تستخدم نفس الموضوع، تعال نشوف مثلا هنا what، ماذا، what، واخترنا مثلا، نختار مثلا did. أنت سؤالك واحد يقول أنا متخربط في هذا، هذا انت معناته انك انت عندك الازمنة مش تمام، تحاول انك تستمع الى مقاطع الازمنة وتفهمها بشكل مرتب. طيب انا ما الفرق يا استاذ مراد ما بين الدو والديت؟ متى انا استخدمهم؟ اخي الكريم، اختي الكريم، الدو والدز هذا للسؤال عن البريزنت سيمبل،
وزمن البريزنت سيمبل إذا أردت أن تسأل الشخص الذي أمامك عن عاداتها اليومية. فإذا أنا وضعت would do you وتضع الفعل هنا، الفعل الذي يأتي هنا يعني هذا الفعل أيا كان، فأنت كأنك تسأله ماذا أنت تعمل هذا الشيء كل يوم. يعني ما would you مثلا watch on TV، ماذا تشاهد على التلفاز بشكل يومي. What do you eat on your lunch، إيش بتأكل بغدائك بشكل متكرر عند عادة إيش بتتغدى. لكن لو كانت مثلا did، فأنت وضعت what did you ولا what did he، فأنت بتسأل على الماضي. فإذا سألت ب will بتسأل على المستقبل، إذا بتسأل ب are مع ing فبتسأل على المضارع المستمر الذي يحدث أمامك. وكذلك have you done، الشيء الذي حدث قبل قليل. وهناك طبعا استخدامات أخرى، what were you doing، ماذا كنت تعمل، ماذا كنت تشاهد، ماذا كنت تأكل عندما حصل أو الساعة الفلانية. وهذا هناك زمن كامل للباست كونتينيوس عليك أن تعود إليه. و what are you going to، ماذا أنت سوف، وتغير الدو كما تريد. what are you going to eat، ماذا سوف تأكل اليوم على العشاء. أيضا ال what هذه ممكن تتغير إلى where، إلى when، إلى why، إلى يعني كما تريد. المهم انك تركب هذا الترتيب 1 2 3 4. لا تحاول ان تقدم الثلاثة على الاثنين او تحاول انك انت تلغي الاثنين مثلا. اغلبكم بيلغي الاثنين، اغلبكم عندما يترجم كما اخبرتكم بيحاول انه يترجم باللغة العربية فيقول مثلا اين انت ويتجاوز رقم اثنين، اين انت تعمل، اين انت تأكل، أين أنت تنام، ويتجاوز هذه لأنه لا يشعر أن لها ترجمة أو لها احتياج. لكن هذه النقطة اللي أنا حبيت أوجهها يعني للطلاب اليوم، إن خذ بالك إنه هذا يحدد زمن الجملة، وقد تتشابه دو ودو، ولكن هذا دو الأولى زمن الجملة والدو الثانية بمعنى تفعل أو تعمل. عليك التدريب بشكل أكثر، وعليك أن تتدرب في تكوين الأسئلة، واستخدم مثلا where did you go، why لماذا، why will you لماذا أنت سوف، go تذهب، play لماذا أنت سوف تلعب. أهم شيء كيف تركب السؤال. كم المدة التي أنت مكثتها أو ستمكثها في لندن، زميلك راح أو لسه هيروح، how long هذا السؤال عن المدة. did you هذا إذا راح ذهب، وأنت تريد أن تسأله كم مكث، how long did you stay، كم مكثت. سوف يذهب يعني لسه لم يذهب، how long will you stay in London. وعلى هذا الحال أتمنى أن يكون الدرس يعني أصبح واضح ومفيد للجميع، وتدربوا بشكل كثير جدا، لأنه هذا من يعني المواضيع اللي بتعيق الطلاب في التحدث اللغة الإنجليزية. Thank you very much for your listening. That was Mr. Murat talking to you. Good luck and see you soon.